اي نكش. اي نكش. لا وبعدين بقى في واحده بتيجي تسخنك تقول لك ايه قصقصي ريشه او البول. قصقصي ريشك قصقصي. انا عندي صديقه كانت تقول لي الفقر للراجل دواء. كان عندي صديقه تقول لي الفقر للراجل دواء. ليه كده دايما تقول الكلمه دي؟ طب ما حرام عليك. معهوش فلوس بس هيبقى قاعد جنبك مش هيبصبص. اول ما يجري في ايده القرش هيسيبك ويبص. لسه عايشه دي ولا ايه؟ لسه عايش. ما اتطلقتش؟ لا مش عايش لها رجال. هي اللي عايشة. ما هي اللي زي دي مش عايش لها. هي اللي عايشة بس. مش هيعيش لها رجالة. لا مش لخبطتني يخرب بيتها. وفي الست اللي تقارن دايما يعني بنت خالتي جوزها بيسفرها ويحجز لها في السخنة وفي الساعة وفي البلدة. نكش اي نكش انت ليه بتعملي له مقارنة ما بينه ظروفه هو وظروف الاخرين؟ ما هو صفاته مش زي صفات الاب. ليه بتنكشيه وتخليه يقعد عارفه هيسن في نفسه فهيشيلها لك على فكره او هيسن في ايوه لو قللتي منه لو قللتي منه في الكلام وفي الطلبات وحسستيه ان هو اقل من حد في عيلتك فاكيد انت هتتدمري بقى. بنت خالتي مقدره في الساحل اليوم ب 800 الف جنيه. وانا لا ليه؟ ليه بقى انا توديني جمصه؟ ليه راس إيه؟ وليه راس البر؟ وليه راس البر؟ ده كمان مش بتشوفي. طب هو مقدرته كده. احمدي ربنا يوديكي راس البر. بتشوفي البحر؟ لا انت متجوزاه وعارفه ان هو كده. لا ده في ناس في حلايب وشلاتين ما بيشوفوش البحر اساسا. اصلا بيشوف البحر الاحمر بس. ومتوسط ده ما شافوش. وعاشوا وماتوا من غير ما يشوفوه. ومراته ما قالتش لو مهتم عاشت ومات. وهو مش مهتم. وهو مش مهتم. وناس عاشت سعدة. أيوه. انت ليه بتفركي وصاحبتك بتقولك قصقصي ريشه خليه ما يطرش والفقر للراجل ده وفقر ايه ربنا يفقره ايوه تخلي جنيه ليه ربنا يفقرك يا بعيد ما لو ربنا يكرمه هيديكي وهو يخلي عليكي وعلى عيالك جنيه بصي ال10 ساخد ايه من جيبه ايوه ينزل كده يبقى مش عارف يدفع ثمن المواصله ياخدها ماكس عشان لا يطلب ساندويتش ولا يطلب كوبايه شاي ولا احسن يصرفها على حد ولا واحده تطمع فيه. ايوه لما تشوفوه بقول لك ايه تخنيه كونيه وعرجيه على فكره كانه مش بني ادم كانه قطه يعني سربيه ايوه خليه يلبس اكس اكس لارج مش حاسه انك بتكلمه على بني ادم عشان ما حدش يطمع فيه طب افضل ركبته الامراض وماله عالجيه في المستشفى وديه وارميه زي الكلب غطيه ايوه وغيره اتجوزيه وموتيه وتفنيه وورثيه ولو ما عرفتيش تضحي ايه احنا بنسمع دلوقتي عن جرايم بسبب تكييف احنا معانا ايه بتقوم مشكلة وجريمة والله معانا ارنب معانا فار مش عارفه معانا عصفور معانا بني ادم بني ادم مش بني قطه بني ادم بني يعني المفروض نعامله عادي مش نعامله لا اربطيه هو... اربطيه جنب كده اربطيه سلسليه يعني لدرجه ان هو لا حتى لو هو كويس حتى لو هو كويس ده هو كويس بيجي لها البانيك اكتر انه يمشي هو كويس انكشه اعتمن عليه لا وتيجي صاحبتها تقول لها لا هو كويس ده بي ايه بيلايم اموره قدامك ده وراه مصيبه طالما كويس كده ده هو ايه تعادل معاكي طالما تعادل معاكي جاب لك هديه جاب لك هديه يبقى متجوز عليكي او بيعرف حد عليكي لا وفي ايه بقى عمل سنانه عمل سنانه وسمايلنج بيلدينج لبس احمر في السن ده ولبس بنطلون ازرق وشميز احمر يبقى الراجل ده خلاص كل سنه وانت طيبه ايه علاقه الشميز بانه خش عليه قبل ما ينزل يسهر اي سهره حلوه او خارج مع اصحابه عاكنيني عليه يعني ولا هيهمه لابس كرافطه حمراء قولي له بقى هو نازل انك عايزه ال 30 الف مليون جنيه بتوع الباص ما نطلع فاصل ونسيبهم مع نفسهم وبنطرات الكتان والشورتات والكلام ده تخيل على طول الغل يقوم لا في السن في السن ده ليه اطلع فاصل وسيبهم